المباراة الجاية بتكون بين بطل البحرين في الام ام اي حمزة الكوهجي، عضو فريق كي اتش كي فريق المحترفين، واللاعب علي عيسى من أليانز بحرين. طبعا علي بالتوب الرمادي الرصاصي، وحمزة الكوهجي برشغارد فريق كي اتش كي اللي تزين بعلم البحرين وشعار سمو الشيخ خالد بن حمد كي اتش كي. حمزة وعلي عيسى، طبعا حمزة غني عن التعريف، بطل البحرين في ام اي وفاز في مسابقة ديزرت فورس اللي اقيمت في مملكة البحرين، ولعب في الاردن بعد فاز بمباراة. نعم، يعني ما شاء الله حمزة من الناس من البحرينيين اللي نفتخر فيهم، نفتخر فيهم بالاوائل في لعبة الام ام اي كمحترف. رصيده في مباريات الاحترافية فوزين بدون خسارة. طبعا لاعب علي عيسى يكون حذر ويا لاعب حمزة، لأن عارف قدرات حمزة في التيك داونز. يحاول اللاعب علي ان يسوي تيك داون يكون له افضل، اذا لان لاعبين الام ام اي في التوب جيم يكونون وايد اجريسيف وعندهم قابليه على الهجوم في اي وقت. اي نعم، مثل ما قلت لك لحين بلو بيلت تشوفهم يكونون اكثر حذر وهدوء في اللعب. حاليا النتيجه 0-0. حمزة حصل على نقطتين من التيك داون. اي نعم، نقطتين حق حمزة، وعلي يحاول يخلي اللاعب حمزة في الجارد. حمزة يحاول انه يطلع من وضعية الجارد، وعلي مع السويب. باقي 4 دقائق. نعم، نقدر نسمع حماس الجماهير المباراة بين بطل البحرين في الام ام اي حمزة الكوهجي واللاعب علي عيسى من أليانز بحرين. طبعا عامل خبرة بيأثر وايد في المباراة. مباراة قوية، اللاعب حمزة يحاول انه يطلع من وضعية الجارد. الحكم حاول اللاعب حمزة ما بيحصل على النقاط إلا لين يطلع من وضعية التشوك. نعم، أول ما يطلع بيحصل على نقطتين أو 3 نقاط من الباس. طبعا نقدر نشوف الجماهير، مدرب فريق سمو الشيخ خالد محمد شاهد وجه تعليمات الى الدار معه. نعم، وجه تعليمات حق اللاعب حمزة كوهجي. حصل على 3 نقاط لاعب حمزة، 5-0 وباقي 2:30. اللاعب علي حاول يسوي حركة سويب، بس طبعا في هالوضعية اذا نعم. حاول اللاعب علي يسوي سويب ما راح يحصل على النقطتين لانه ما عنده من وضعية الجارد، فراح يحصل على ادفانتج لانه يكون ريفرس بوزيشن. شو تتوقع الحين بيكون حركه حمزه اللي جايه في التكنيك حق المباراه؟ بيروح حق الماونت، بس طبعا علي يحاول يحط يقفل على هذا يخلي حمزه ياخذ الماونت، فحمزه ينطر اي فرصه. هل بيحاول يروح حق السبمشن بحركة أنبار أو لا؟ قاعد يحاول إنه يروح حق الماونت قبل السبمشن عشان يعدل وضعيته، لأنه من الماونت فعلا حاول راح حق الماونت الحين، بعدين بيقدر يشتغل على إنه يروح حق حمزة. يحاول تشوك، يحاول يروح حق التشوك. دقيقة ونص على انتهاء الشوط، وحمزة متقدم
خمس نقاط وادفانتج واحد. رجعها في الهاف جارد اللاعب علي. دائما لاحظ الهدوء في الحزام الازرق والبنفسجي غير عن الحزام الابيض، تشوف في حركه و مثل تشوك حاول يروح حق التشوك، تعمل تشوك من الليل. لا يزال علي مقاوم لحركه التشوك من اللاعب حمزه. حمزه يحصل على ثلاث نقاط من الباس، ثمانية ثمان نقاط عند اللاعب حمزة. 30 ثانية لانتهاء الشو. الحين عنده وضعية انه يخلص المباراة اللاعب حمزة. تشوك يزيد البريشر عليه، وايد اللاعب قاعد يسحب عليه. نعم علي للحين صامد. علي صامد يعني الحين بيصير باقي 14 ثانية. ثانية واحدة على انتهاء المباراة، مبروك لاعب حمزة. لاعب حمزة وهارد لك للاعب علي من اليانز بحرين. المباراة الجاية بعد في نفس الكاتيجوري اللايت ويت نوغي بلو بيلت بين عبد الله بدريس من اليانز بحرين وعلي الخزاعي اللي فاز بالذهبية. نعم نلقي علي. علي اللي لابس الليك باند الأخضر والأصفر عشان تميزون، لأن هم يلعبون من نفس الأكاديمي فتشوف نفسي نفس الراشقال. طبعا تلاقوا في الفاينل اللاعب علي واللاعب عبد الله، وعلي فاز في القي. تكون مباراة قوية. حاول اللاعب عبد الله بدريس يسحب جارد، يلعب اوبن جارد الحين. حاول يروح حق السويب اللاعب عبد الله. في نفس الوقت اللاعب علي يحاول يروح حق الباس. حاليا المتساويين في النقاط 0-0 للاعبين، 4:30 لانتهاء الشوط بين لاعبين اليانز بحرين. عبد الله بدريس اللي تقدرون تفرقونه بالليك باند الاخضر والاصفر اللي في ريله. علي خزاعي. علي خزاعي اي نعم. سمع. علي خزاعي الحين، علي خزاعي عنده وضعيه الباك. اذا حط لازم يخلي الريلين رجلين داخل التو هوكس، التو هوكس انسايد. سو هني بيحصل على اربع نقاط، بس الحين عنده وضعيه التشوك. بس التشوك هولد مو في مكانه اكشلي، قاعد يحاول يعدل وضعيته. نعم لاعب عبد الله، لان اللاعب عبد الله يحاول انه يبلوك ات. اي نعم، انه ما يخلي ياخذ الوضعيه الصحيحه عشان الحين تقريبا باقي يحط البريشر عليه. هل بنشوف تاب من اللاعب عبد الله؟ علي مستمر في البريشر. تشوك هولد باك ماونت عبد الله. تقدر تقول حصل وضعيه صحيحه، فتوقع ان عبد الله بيسوي تاب لان عنده بريشر على الخزاعي. في حاله ان اللاعب ما يس تاب
التعب. مبروك للاعب علي الخزاعي فوزه على زميله في النادي اللاعب عبد الله بدريس بحركه تشوك باك تشوك. والان ننتقل الى مباراه بين اللاعب عاطف من أليانس بحرين واللاعب سليمان. اللاعب محمد عاطف من أليانس بحرين واللاعب سليمان. سليمان من يوسف فريق الشمس. من أي نعم. واتمنى لهم التوفيق. طبعا التذكير ان سليمان فاز بالقي الذهبيه في وزن الالترا هيفي. طبعا محمد عاطف من أليانس بحرين بالشورت الاسود والابيض. وسليمان اي نعم اسود واصفر. حمله عيسى الترا هيفي ويت يعني الوزن الثقيل وايت بيلت نوغي. دائما تمتاز هالمباريات بالقوه اكثر من التكنيك بالضبط باستخدام الوزن لتثبيت الخصم. حاليا محاوله تيك داون للاعبين. تعم في وضع الستاند اب يحاولون يروحون حق التيك داون. حاول اللاعب سليمان يسحب الجارد. يحاول اللاعب محمد عاطف انه يطلع من الجارد. طبعا باقي 3 دقائق والنتيجة تعادل بين اللاعبين. محاولات للخروج من الجارد. طبعا اللاعب سليمان يحاول يروح حق التشوك جليتين تشوك. هل بنشوف سبمشن؟ يحاول محمد عاطف انه يطلع من وضعية التشوك. طلع من الوضعية. لحين حط التشوك اللاعب وطلع اللاعب محمد عاطف. في الحالة ما بيحصل نقطتين الا اذا سوى لازم يطلع اي بالضبط فول لازم سكيب. فول سكيب. لسي بحصل على 3 نقاط اذا حاول محمد عاطف. حتى الان تعادل وباقي دقيقتين. في حالة استمرار التعادل يكون وهني بعض اللاعبين يحاولون يواجهون زملائهم. نفس ما قلنا دائما مباريات الهيفي ويت تكون مبنية على القوة أكثر مما هي تكنيك. كبار حجمهم اللاعبين بالضبط والفلكسبيليتي دائما يكون اقل نوعا ما من لاعبين الخفاف. بالضبط تشوف اللاعب الخفيف يتحرك اكثر وعنده مرونه يتحرك نعم. بين الحركات الهيفي ويت تشوفهم لا يحطون الوزن ويعني يكون البريشر بوينتس يعني طريقه اللعب يكون وضعيه البريشر. الحكم يوجه اللاعبين يرجعهم في رجوع الوضعيه السابقه بعيد عن نهايه المات. ودقيقة ونص على انتهاء الشوط. حاليا متعادلين في النقاط وفي الادفانتجز 0-0 0-0. هاي الوضعية اذا ما حد حصل على النقاط والادفانتج هني الحكم يقرر الفائز بناء على
على اللي كان يتحرك اكثر وذي. طبعا الحكم يشوف المباراه من وضعيته هو وهو اللي يقرر. فدائما احنا كلاعبين جوجيتسو دائما نقول حق اللاعبين جوجيتسو انه العب لعبك وحاول انك تحصل اكثر من نقطه او نقطة، يعني عشان لا تنطر الحكم ياخذ القرار، فخل اللعب يكون انت اللي فاز، لا تخلي الحكم يقرر من اللي فاز، او روح حق السبمشن. فدائما هاي دائما نصيحه المدربين حق اللاعبين، لا تعتمد على قرار الحكم، لان مو دائما الحكم عنده وجهه نظر يشوف من تحرك. انت في انت بنفسك تقول لا انا اتحرك اكثر، والثاني يقول لا انا اتحرك، فهني لازم انت تلعب وتاخذ نقاط. دائما اللاعب ينهي المباراه، ينهي المباراه عشان لا عشان يكون في يد الحكم، في يد الحكم بتخدير الحكم بالضبط، يعتمد من حكم لحكم يشوف مثل ما قلت، هو يشوف المباراه ويقرر. باقي 10 ثواني مثل ما قلت والتعادل، وبنشوف طبعا قرار الحكم، لان ما حد عنده افضليه ولا نقاط. هل في احتمال يكون في تعادل؟ هل في لعبه الجيسو ما في تعادل، لازم التعادل في حاله واحده ان اللاعبين ديسكواليفاي، هو ما يكون تعادل انه برا يطلعون من البطوله. هاي يسمونه ديسكواليفاي. طبعا لاعب سليمان فاز، هذه مثل ما قلت حسب تقدير الحكم. الحين احتمال ان احنا نشوف محمد عاطف لعب، او احتمال انت تشوف محمد انا اشوف سليمان، فهني تقدير بناء الحكم، بناء على تقدير الحكم، فما نقدر نحكم على هالشيء. فالحين بننتقل الى اللايت فيذر فاينل بين اللاعب محمد بودريز على بحرين وحسين عياد بين كي اتش كي. طبعا المباراة النهائية، محمد بودريس حصل على ميدالية ذهبية في وزنه، حين يلعب في النوغي. محمد بودريس تو راجع من بطولة العين ذهبية، ذهبيتين في النوغي والكي، وفي الأوبن حصل سيلفر. طبعا محمد بودريس عنده وضعيه افضل، بيحصل على 2 بوينت اوريدي، حصل على 2 بوينت، الحين بيحصل على 4 نقاط من الماونت، وحصل على 3 نقاط من الباس من وضعيه الجارد. اي نعم، فبداها بالتيك داون، الهروب من الجارد والماونت بالضبط. 9 بوينت. الحين يحاول يروح حق الاستسلام، وعند وضعية ممتازة ويقدر يخلص المباراة فعلا. تراينجل تشوك وقاعد يزيد البريشر على اللاعب حسين عياد من فريق كي اتش كي. هل بيستسلم اللاعب حسين؟ محمد يزيد البريشر بالضغط في حركة تراينجل تشوك بريلا على حسين. يحاول الهروب، حسين يحاول، لكن محمد مسيطر على المباراة وعلى التشوك. طبعا يلعبون حق الفاينل في اللايت فيذر، محمد بودريس يطمح للثنائية، وحسين يحاول انه يطلع، بس للحين طبعا بودريس حط البريشر. حسين يحاول ومحمد، محمد يحاول يخلص المباراة مع انه جات لاحظ ان محمد بودريس متقدم في النتيجة. نعم 9 صفر، بس بعد ما يحاول انه يخلص المباراة عشان يضمن الفوز. دائما اللاعبين ما ترى الكاونتر اتاك يكون من حسين. تاب من لاعب حسين. مبروك للاعب محمد بودريس، فوزه بالثنائية الذهبية. هارد لك للاعب حسين عياد من فريق كي اتش كي. عندنا مباراة السيمي فاينل بين اللاعب محمد عيسى من ألانس بحرين مع اللاعب حمزة من كي اتش كي. طبعا مثل ما قلنا الروح الرياضية بين اللاعبين، ما في فوز خسارة بين الأخوان.
كلنا نطمح حق شيء واحد هو رفع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الدولية، والبطولة البحرينية هي من أول المحطات لإنتاج الأبطال المستقبلين حق رياضة الجوجيتسو في مملكة البحرين. ومحمد عيسى من أليانز ضد حمزة الكوهجي فريق كي اتش كي محترف في لعبة الأمامي. محمد خلي حمزة في وضعية الجارد، وبين من لعب محمد انه يبي يخلي حمزة في الجارد ومن الجارد يشتغل عليه لكسب النقاط. حمزة يحاول، محمد يحاول، احنا نحاول نحط اللاعب محمد نحط حمزة في وضعية الجارد. جارد نعم، بس ما في ريسك وايد ان تخلي اللاعب في وضعية الجارد. بالعكس ان في وضعية انه يطلع من الجارد ياخذ نقاط. انت تلعب لعبك انه بيكون شنو، انت تحط وضعية الجارد تقدر تروح حق الامبر، تقدر تروح حق السويب، فهني عندك كذا اوبشنز حق تلعب. بالضبط. ولا يزالون حمزة ومحمد، محمد لا يزال محمد حار. بعض حمزة من الحضور هنا عندنا الجماهير، يعني نشوف عنصر نسائي ونشوف يعني في متواجدين في الصالة ويتابعون الجوجيتسو. طبعا البحرينيين يحبون كل الرياضة، إذا كان كرة سلة طائرة يد، تشوف الحضور البحرينيين مساندة إخوانهم لاعبين في كل المحافل الرياضية. طبعا لاحظ كلوز جيم بين لاعب محمد عيسى ألانس بحرين واللاعب حمزة كويجي من كي اتش كي. الحكم يعطي ديس ادفانتج حق اللاعب محمد عيسى، محمد عيسى واللاعب حمزة، حمزة لأن ما قاعد يتحركون. محمد محاولة سويب، حمزة يحاول حمزة انه يطلع من الجارد، ومحمد يحاول يرجع حمزة في الجارد، يرجع الجارد او يروح من طريقة الاوبن جارد يسوي سويب. هني اللاعب حمزة يحاول. طبعا باقي 3 دقائق عن المباراة والنتيجة تعادل. حمزة في محاولة تشوك اللاعب محمد، جعوا فوق حمزة يحاول يسحب التشوك. يخلي التشوك على محمد عيسى، محمد عيسى يحاول يتخلص من التشوك. حمزة يزيد البريشر، محمد في المقاومة ويرجع حمزة. حتى الآن تعادل في وضعية الجارد. محمد يحاول يروح حق السويب، بس طبعا اللاعبين الأمامي عندهم البيس إنه ما يصير سويب. وقاعد تلاحظ معي إن حمزة ما قاعد يصير سويب، إنه يبي له تكنيك عالي. محاولة تيك داون كان في الجارد، ف دقيقة ونص تقريبا والنتيجة متساوية، تعادل بالنقاط وبالديس ادفانتج لكل اللاعبين. محمد عيسى يحاول، حمزة مع التصدي للمحاولة وبلوك. الحين يحاول يروح حق السويب فعلا وتشوف، بس ما عند البوزيشن، لازم يعدل وضع حمزة عشان يكون في
تشوك، بس مثل ما قلت لك حمزة ما يروح يلعب الجارد لأنه هو توب جيم. وتلاحظ اللعبة يكون مور أجريسيف فعلا من محمد، فعلا حصل على على أدفانتج اللاعب محمد. ويرجعون اللاعبين إلى منتصف الحلبة والمات. الحين نقدر نقول باقي 50 ثانية ومحمد متقدم بأدفانتج واحد. نعم. يعني طبعا احنا نقول 9 نقاط ولا 10 ما نقدر نقرر. حمزة محاولة يحاول تيك داون. الأدفانتج حق حمزة. باقي 30 ثانية تعادل. تعادل بين اللاعبين. ونقدر نسمع صوت المشجعين حق حمزة الكوهجي. هنا يحاول محمد فعلا، اذا نزل حمزة يحصل على نقطتين او على ادفانتج لاعب محمد. باقي 13 ثانية. محاولة تشوك، حصل على 4 نقاط محمزة وتعب لاعب حمزة يفوز على لاعب محمد. 5 ثواني. مباراة حلوة كلش حلوة. طبعا عامل الخبرة حق اللاعب حمزة. مبروك للاعب حمزة. وهارد لك للاعب محمد عيسى من أليانز بحرين. طبعا المباراة النهائية في فئة الميدل ويت بلو بيلت نوغي بين محمد الشيخ من وزارة الداخلية بالشورت الأحمر والأسود، واللاعب ميثم علي من أليانز بحرين بالشورت الأسود والأبيض. بداية حلوة للاعبين. محاولة تيك داون من محمد الشيخ. ميثم مع البلوك. محمد الشيخ محاولة تيك داون للقب الميدل ويت نوغي بلو بيلت. ميثم ومحمد حذرين. محمد محاولة مع التيك داون. ميثم محاولة تيكينج ذا باك. محمد محاولة تشوك من ميثم على محمد الشيخ. محمد مع البلوك. ميثم يحاول يدخل الهوكس بين ريل محمد. حاليا النقاط متساوية بين اللاعبين. 4 دقائق و40 ثانية على انتهاء الشوط بين محمد أحمد الشيخ من وزارة الداخلية واللاعب ميثم علي من أليانز بحرين. محمد يحاول to reverse the move وميثم في وضعية تشوك للحين على محمد. محمد يطلع وادفانتج حق ميثم وادفانتج حق محمد الشيخ لخروجه من الجارد الى الهاف جارد. مباراة قوية بين اللاعبين للقب الميدل ويت بلو بيلت نوغي.
حمد في محاولة الهروب من الاسكيب من الغارد escape from the guard. واللاعب بيثم للسويب. محمد في محاولة الخروج من الغارد. تو بوينت حق ميثم الخروج الى سويب. طبعا سويب هو عكس اماكن اللاعبين بوزيشنينج اللاعبين. محمد يحاول تشوك ميثم هاف جارد على محمد الشيخ. محاولة لأخذ الظهر taking the back. ادفانتج ثاني حق ميثم taking the back لمحاولة الباك تشوك. لكن محمد يعكس الحركة في حركة جميلة. 2 points. دقيقة ونص على انتهاء الشوط. دقيقة 40 ثانية. ميثم من أليانز بحرين متقدم بنقطتين. حمد الشيخ من وزارة الداخلية with one advantage. محمد يحاول يسوي حركة استسلام. محاولات مستمرة من ميثم لأخذ سويب كامل ومحمد لأخذ بوزيشن أحسن. 30 ثانية لانتهاء المباراة وتقدم اللاعب من الأنز بحرين ميثم ب 2 points على لاعب وزارة الداخلية اللاعب محمد أحمد الشيخ في الفاينل لوزن الميدل ويت بلو بيلت نوغي. ten seconds والفوز متجه إلى لاعب ميثم علي. 5 points 3 points إضافية وهارد لك للاعب محمد أحمد الشيخ من وزارة الداخلية ومبروك للاعب ميثم علي من ألاينز فوزه بالميدالية الذهبية. والحين اخوي عيسى عندنا بعد سيمي فاينل ثاني اللاعب علي الخزاعي في اللايت ويت كاتيجوري طبعا الحزام الازرق مع اللاعب عبد الله من كي اتش كي. نعم عبد الله الفايز. عبد الله الفايز كل التوفيق حق لاعبينا وابطالنا ابطال البحرين في لعبه جيتسو وتمنياتنا لكل الانديه بالتوفيق. لا ننسى نذكر ان 98 لاعب اليوم نافسوا على الميداليات الملونة في جميع الفئات والأحزمة لبطولة البحرين الأولى الوطنية لبرازيليان جوجيتسو. رحين الخزاعي ضد الفايز كي اتش كي ضد ألايانس بحرين. طبعا الفايز بالشورت البني خزاعي بالشورت الأسود. طبعا هاي السيمي فاينل في وزن اللايت بلو نوغي يلاقون اللاعب حمزة كوهيجي الفاينل. اي نعم. هل بيكون الفاينل بين عنصرين من فريق كي اتش كي اور بيكون احد عناصر الأليانز بحرين ضد حمزة. محاولة تيك داون من اللاعبين. يوسف علي
نهايه البحرين. عيسى في يوسف رايه البحرين. عيسى في يوسف رايه البحرين. محاوله حلوه من اللاعب عبد الله الفايز. اكشن بين اللاعبين حصل على النقطتين. لاعب عبد الله للتيك داون. الحكم يطلب منهم التوجه الى منتصف الحلبه او المات في نفس الوضعيات. نلاحظ نفس الشيء محمد ان اللاعب ام ام اي يكون توب جيم مثل حمزه مساع وحين عندنا اللاعب عبد الله. تحس الاجريسيف بوش فيهم الانيشيتيف انه هو ياخذ الكنترول. لاعب الجوجيتسو يكون مور تكنيكال حذر يبي ياخذ جارد يبي بوزيشن صح. الام ام اي يكون مندفع اكثر مثل ما احنا نقول باللغه العاميه حربي يبي يواجه. فحاليا اللاعب فايز متقدم عبد الله ب 2 بوينت على اللاعب علي الخزاعي. طبعا علي الخزاعي حصل على ميداليه ذهبيه في وزنه. يعني انت لو لاحظت بعد اللاعبين ام ام اي اكثرهم ما شاركوا في الجي. نعم بسبب ان هم يفضلون لعبه النوغي لان اقرب للعباتهم الام ام اي. محاوله من عبد الله الفايز للخروج من الجارد وخزاعي للسويب. للحين اللاعب خزاعي يحاول يروح حق السويب. اللاعب عبد الله يحاول يطلع من الجار لانه هو اوريدي الحين في وضعيه الجار. وعندنا ثلاث دقائق لانتهاء الشوط. انا اتوقع الحكم يمكن بيطلب منهم تحرك. قاعد يلعبون عطاهم نفس ما قلت. نعم الحكم يعطي اللاعبين ديزادفانتج لقلة الحركة. عبد الله يحاول للحين اللاعب عبد الله متقدم على اللاعب علي خزاعي 2 بوينتس من التيك داون. علي يحاول محاولة السويب اللي هي تغيير وضعية اللاعبين. اللاعبين واللاعب عبد الله يحاول انه يطلع من الجارد والحصول على ماونت او تشينجينج بوزيشن وكسب النقاط. علي يحاول للحين اللاعب علي يحاول. طبعا اللاعب عبد الله لعب توب جيم. لو كنا الحين في مباراة امامي كان نشوف اللاعب عبد الله الفايز يوجه سترايكس. طبعا امامي بيكون كلش وضعية ديفرنت يعني ديفرنت غير سيتويشن اي بس شيء حلو اخوي عيسى انه في مملكة البحرين يعني عندنا التنوع في الالعاب. عندنا الام ام اي عندنا الجوجيتسو التايكواندو الجودو يعني عندنا كذا كاراتي وحتى اللاعبين الحين نشوف وايد انديه قاموا يمارسون رياضه الموتاي. نعم يعني نشوف وايد في تقدم في المارشال ارتس. طبعا عندنا لاعبين محترفين حمد السليم والكابتن من فريق سمو الشيخ خالد بن حمد شرفوا مملكه البحرين في المحافل الدوليه في مسابقات المويتاي والكي 1. وأظن لاحظت البطل حمد هني يتابع مباريات الجوجيتسو.
شيء حلو انه بعرف اللاعبين البحرينيين كلهم يساندون بعض. اذا كان في لعبه الجوجيتسو، موي تاي، جودو، كاراتيه، كلهم هني اعضاء كل الانديه، مو بس انديه الجوجيتسو. هني في هاي المارشال ارت اللي لازم الكل يحترم الثاني ويحترم الكوتش. يعني واحد يكون لابس حزام اسود انت من حقك انت تحترم، يعني ما يصير حتى لو انت تلعب اي لعبه ثانيه. ف اكيد هو يكون ماستر في اللعبه ويكون مثلا مدرب فلا احترامه. فهاي المارشالات احنا نتعلم من المارشالات ان نكون هادئين، ديسيبلين واحترام، ونكون ربع، مو نختلق عداوات بين بعض اللعبه. هاي لعبه رياضه في النهايه، نعم، فيها تنافس وفائز وخاسر في المباراه. و30 ثانيه لانتهاء المباراه. عبد الله الفائز متقدم باربع نقاط على نقطتين على اللاعب على الخزاعي من الاليانس. طبعا عبد الله الفائز يمثل فريق سمو الشيخ خالد بن حمد كي اتش كي. و10 ثواني اظن النهائي بيكون بين افراد فريق كي اتش كي، بين حمزه الكوهجي وعبد الله الفائز. باقي ثمان في فئه اللايت نوغي بلو بيلت، 5 ثواني. وعلي أظن خسر فرصة التنافس. فاز اللاعب عبد الله الفايز. مبروك للاعب عبد الله الفايز. كيتش كي. هارد لك للاعب علي. طبعا احنا عندنا المباراه النهائيه في الترا هيفي بين اللاعبين سليمان حايكي من مدرسه الشمس وبين علي نبيل من ريد وولف. اي نعم. سليمان الحايكي بالشورت الأسود والأخضر، واللاعب علي نبيل من ريد وولف بالشورت الأسود في الفاينل الألترا هيفي ويت أو الهيفي ويت في فئة النوغي وايت بيلت. محاولات لل تيك داون بين اللاعبين، الحكم يطلب منهم ان يلعبون. يلعبون هاي ميزه الجسم، لازم تلعب، لازم تتحرك، فعشان شيء لازم تكون بارز، عندك لياقه، جاهز. محاولة تيك داون من علي. سليمان حذر، نلاحظ ان علي يروح حق التيك داون عشان يكون في التوب بوزيشن ويستغل عامل الوزن على اللاعب سليمان. دائما مباراة الهيفي ويت تكون مبنية أكثر على القوة ذن التكنيك، كل شيء يساعد. محاولة تيك داون، علي نبيل مع سليمان يحاول، هذا الحكم بيتدخل أكيد لأنه اللعبين. لازم يتحركون، فتوقع أنه بيتدخل ويعطيهم ديس أدفانتج حق اللاعبين. وقفهم بالضبط، يطلب منهم، اعطاهم ديس ادفانتج حق اللاعبين لقله الحركه. يعني تلاحظ ساعات ان المباراه النهائيه يصيرون ديسكواليفاي وبعدين ما حد راح يحصل على الميداليه الذهبيه. طبعا المباراه بتحكيم الحكم البرازيلي حامل الحزام الاسود في برازيلين جو جيتسو وبطل العالم عدة مرات اللاعب هيبا مار من البرازيل. محاولة تيك داون، الحكم بيتدخل أظن للمرة الثانية، بيعطيهم انذار ثاني، والانذار الثالث لاعبين بيكونون ديسكواليفاي. الانذار الثالث يكون نقاط، الانذار الرابع يكون ديسكواليفاي. يعني اول شيء بيكون نقطتين الحين الحكم قاعد يحاول انه يحذر.
مباراة حذرة بين الهيفي ويت بين سليمان. تلاحظ ان الاثنين خايفين ان ينزلون تحت. بناخذ الادفانتج تيك داون 2 بوينتس. حكم مرة ثانية يعطيهم انذار ديس ادفانتج وادفانتج ادفانتج وديس ادفانتج حق اللاعبين. طبعا تعادل ويوجههم تهديد بين في حالة تكرار ديس ادفانتج مرتين اللاعبين سوف يحصلون على ديسكواليفيكيشن الاستبعاد حق اللاعبين من المباراه وعدم وجود فائز لهالهاي الكاتيجوري. نعم. يعني ما كان يروح ذا لان هاي المباراه الفاينل. نعم. طبعا باقي دقيقه و30 ثانيه على المباراه. دقيقه ونص على النهايه هذا الحين نتيجة متقاربة بين اثنين. اللاعب علي حاول تشجيع من الفريقين المدربين الخارج للحركة. باقي دقيقة والنتيجة تعادل والحكم راح يحذرهم المرة الثالثة. 50 ثانية ولو تلاحظون الحكم يقول لهم فايت فايت فايت. في الحالة تساوي النقاط يقدر الحكم يعطيهم ديسكواليفيكيشن للاعبين او بيروح على الافضلية؟ لا بيعطي ديسكواليفاي حق اللاعبين لان من الصدق في هالحالة. بس حاليا حتى لو ما طافوا الليمت مال لا اذا ما طافوا ما يعطيهم لان عندنا اربع مرات انذار. ف الحين هالمرة بيعطيهم نقطتين والمرة الرابعة بيكونون ديسكواليفاي. باقي 18 ثانية او 15 ثانية على المباراة. هني طبعا الحكم راح يقرر من الفايز. تقدير الحكم. تقدير الحكم مثل ما قلنا اللاعب ما يقدر يقرر او يقول ليش ولا ذي. طبعا اللعب الجوجيتسو اول ما حكم يقرر اللاعب الثاني تكون فاينل. انتهى المباراة بتساوي اللاعبين في الادفانتج والديس ادفانتج. الحكم يطلب من اللاعبين شوف الحكم يقول حق اللاعبين انا اقرر من يفوز. والفايز اللاعب سليمان الحايكي من الشمس. تلاحظ ان حتى الحكم يشرح لهم. طبعا خبرة الحكم في اللعبة وهو كمدرب. نعم. وما نقدر نحكم على اللاعبين كونهم هيفي ويت حق الوايد ديفيجن لان مثل ما قلنا ان الحكم اللي قرر. فهني لاحظت ان حتى الحكم يوم قال ان مثلا سليمان فاز ولا علي فهني اللاعب الثاني بكل احترام وبكل هذه يطلع من الملعب وهو يحيي اللاعب الفايز. الحين ننتقل الى السيمي فاينل في فئه الميديوم هيفي ويت البلو بيلت. بلو بيلت بين لاعبي اليانس عيسى جودر ونجاد القصيبي. طبعا يتولى مهمه التحكيم الحكم الفنزويلي اليخاندرو مالدونادو. طبعا اليخاندرو عند الحصى على بلاك بيلت الحزام الاسود. ضربه غير مقصوده الى وجه عيسى جودر. حكم يطمئن عليه اذا احتاج حق رعاية طبية راح يخبرهم. طبعا
يروح يخليهم في وضعية الستان. وهل يعاقب اللاعب؟ لا، لأن ما كانت مقصودة الضربة، ف يكون رجعهم في وضعية الستان ويلعبون. لكن إذا ضربة مقصودة طبعا في حالات ضرب، إذا يعني اللاعب الثاني يضرب اللاعب ك ضربة مقصودة، مقصودة يعني، يكون ديسكواليفايد دايركت من قرار الحكم. محاولة اللاعب عيسى الخروج من وضعية الجارد، واللاعب قصيب يحاول سويب. اللاعب عيسى حاول انه يطلع من الجارد لهاف جارد، يحصل على ادفانتج. اللاعب عيسى الجودر من الأليانس البحرين، النتيجة 0-0 واربع دقائق وعشرين ثانية على نهاية الشوط. اللاعب عيسى متقدم بأفضلية ادفانتج يعني واحد. حاول اللاعب نجاد تصيبين، حاول حركة السويب. ونقطتين، نقطتين حق اللاعب نجاد. لاعب نجال متقدم نقطتين على اللاعب عيسى الجودر. حاول اللاعب عيسى انه يطلع من الدور. وضعية الجارد اللاعب عيسى الجودر، نجاد يحاول يروح حق السويب. نرجع مرة ثانية إلى البلو بيلت والميديم ويت، ميديم هيفي ويت، ونلاحظ التكنيك يسيطر على المباراة من القوة. تيكينج ذا باك باي نجاد القصيبي، محاولة للباك تشوك، باقي بس يحط الهوكس من الليج والتشوك. الحين عنده التشوك وتاب واستسلام من اللاعب عيسى الجودر من الأليانس. مبروك للاعب نجاد القصيبي فوزه في السيمي فاينل على زميله الزميله في النادي اللاعب عيسى الجودر. والمباراه السيمي فاينل الثانيه بعد في نفس الوزن ميديم هيفي ويت بين عيسى ميرزا بعد من الاليانس ويوسف علي من الاليانس بحرين. اللاعب عيسى اللي طاع الشاشه عيسى ميرزا من الاليانس بحرين، الميديم هيفي ويت بلو بيل. ويوسف علي بن الياس. يوسف طبعا لابس الليج باند الخضر. تيك داون حلو من يوسف. الحين يعتمد الحكم اذا بيعطيه تيك داون، اعطاه ادفانتج
لأن ما كان لأن اللاعب عيسى سحب الجارد. حاول اللاعب يوسف علي انه يطلع من الجارد. عيسى حسن الحسن الجارد الاخير. عيسى الحسن الجارد الاخير. اللاعب عيسى ميرزا يلعب طريقة الاكس جارد، يحاول يحصل على سويب. اللاعب يوسف علي حاول انه يطلع من الجارد، لازم يثبت الوضعية عشان يحصل على ثلاث نقاط ولا لحن ايه في الهاف جارد. حصل على افضلية اللاعب يوسف. ثري بوينتس يعني حصل على ماونت باس اللي هو ثلاث نقاط من الجارد، وحصل على الماونت اربع نقاط. واللاعب يوسف متقدم 7-0. يحاول اللاعب عيسى انه يرجع اللاعب يوسف الجارد. باقي 4 دقائق على المباراة. المباراة full of technical moves بين medium heavyweights blue belt. عامل الخبرة دائما يأثر، يعني ملاحظنا مباريات الوايت بيلت التكنيك كان عندهم شوية بطيء، بس في حركة مثل ما تقول من غير تكنيك فيأثر في اللعب. نعم. وعشان في بعض الحركات في الوايت بيلت تكون ممنوعة لسلامتهم، لأن تو اللاعب يكون بادي مبتدأ في اللعبة، مبتدأ في لعبة الجوجيتسو. حاول اللاعب يوسف انه يطلع من الجار. يوسف علي من أليانس بحرين الفايز 7-0 حتى الآن، وعنده طبعا 3 أدفانتج. باقي 3 دقائق عن نهاية المباراة. نعم. والنتيجة عندنا نقدر نشوف السكور بورد. نعم. و 3 أدفانتجز اللي هم بالأخضر تحت. محاولة يوسف الخروج من الجارد ولاعب عيسى السويب. يوسف يحاول انه يطلع من الجارد. باقي 2 دقائق من المباراة ويوسف متقدم 7 نقاط. لا يزال يوسف في الجارد وعيسى يحاول يطلع بالسويب. وتم الإعلان الآن عن أن اللاعبين ذو الأحزمة البنفسجية بدون اللحمة، لأن البلو بيلت جربنا نخلص منهم على وشك أن نخلص مباراة البلو بيلت. اللاعب طب الحكم يوقف اللعب عشان يروحون يبتدون من وسط الملعب. نعم. واللاعب يوسف متقدم ب 11 نقطة على لاعب عيسى ميرزا. تبادل الأدوار، الحين عيسى في الجارد ويوسف يحاول يسوي سويب. دقيقة واحدة
فايسا محاولة خروج من الجارد لكن يفشل. يمكن يحصل على ادفانتج المحاولة عيسى إذا طلع من جارد، يعني حصل على وضعية الهاف جارد. محاولة تشوك عيسى على يوسف، يوسف يحاول عشرين ثانية ولا يزال يوسف متقدم 11 نقطة وعيسى أدفانتج واحد 0 point 10 seconds to go 10 ثواني باقي 10 ثواني عن المباراة. تنتهي المباراة بفوز لاعب الليونز يوسف علي على زميله عيسى ميرزا. والحين الفاينل المرتقب بين اللاعب حمزة الكوهجي وعبد الله الفايز من كي اتش كي. اللاعبين من نفس النادي ومن نفس الخلفية الام ام اي. المباراة النهائية اللايت ويت نعم البلو بيلت تيك داون حلو من اللاعب حمزة على اللاعب عبد الله. طبعا في تنافس بين اللاعبين كونهم من فريق واحد ونفس الويت. يحاول اللاعب حمزة انه يطلع من الجار. اللاعب عبد الله حمزة متقدم نقطتين وحين حاول اللاعب حمزة انه يطلع من الجار. حصل على 3 نقاط تقدم 5-0 اللاعب حمزة. لاعب حمزة متقدم 5-0 حاول اللاعب عبد الله يروح حق السويب. وتقدر تشوف اللاعبين قاعدين يضحكون وهم على الفايت ماخذين روح رياضيه، بس ان يلعب ان تلاحظ قاعدين يلعبون بس ان في ابتسامه فيهم لان في البراغينج رايس مثل ما يقولون بالضبط. ان كل واحد بس اذا الحكم حس يعني مثل ما قلت لك اذا يحسون ان في فيك جيم يوقف اللعب يسوي لهم ديسكواليفاي، بس احنا ما قاعد نشوف هالشيء. نعم. بس مجرد ان كل واحد قاعد يعاند الثاني بالضحك ان انا افوز. نعم. لانهم مثل ما قلت اخوان وربع ويلعبون فريق واحد، شوف كل واحد يبي يثبت حق الثاني انه هو الافضل. حاليا حمزه متقدم 5 نقاط، عبد الله 0 point 3 minutes و40 ثانيه على نهايه المباراه. يحاول حمزة ان يطلع من الجار. باقي 3 دقائق و15 ثانية. نعم. اللاعب حمزة متقدم واللاعب عبد الله فايز. لاحظ ان الاجريشن شويه خف بين اللاعبين. حمزه ماخذ راحته في المباراه.
ضامن النقاط، وعبد الله قاعد يحاول كسب محاولة تشوك من عبد الله على حمزة. باقي دقيقتين وثلاثين ثانية. بريشر من عبد الله على حمزة. حمزة يحاول يطلع من الوضعية ويتمكن. فعلا طلع اللاعب حمزة وتاب من اللاعب عبد الله. اللاعب حمزة فاز بكيمورا. مبروك اللاعب حمزة. حمزة فوزه بالميدالية الذهبية. وهارد لك من اللاعب عبد الله. والحين ننتقل إلى فئة السوبر هيفي ويت، لفئة البلو بيلت، بين فهد خليفة من أليانس بحرين وعبد الله الوزان من فريق ريد وولف. طبعا عبد الله لابس الراش جراب الاسود، نعم، وفهد لابس الشورت الاصفر اللي علم البرازيل. اي نعم. عبد الله يحاول تيك داون على فهد خليفة. عبد الله الوزان من فريق ريد وولف فاز، مشارك في بطولات خارجية وفاز ميدالية ذهبية في وزنه سوبر هيفي ويت بلو بيلت. ونفس الشيء اللاعب فهد خليفة مشارك في بطولات وعضو في منتخب الجود البحريني، فاز على عدة ميداليات ملونة وذهبية في الرياضتين البرازيليين جوجيتسو والجودو. فأتوقع تكون المباراة قوية بين الاثنين، بيكون في تكنيك قوة. عبد الله يحاول للتيك داون، فهد يقاوم. حكم يحذرهم، يعطون منذار بالضرب. يعني لعبة الجوس تم نواقف اللعب طول الوقت في تيك داون. محاولة من فهد. عبد الله ويا البلوك. انذار من الحكم على فهد، يمسك الشورت وادفانتج حق عبد الله. يحاول اللاعب فهد يروح حق التيك داون. أربع دقائق على نهاية المباراة. عبد الله يحاول وفهد يحاول. طبعا عبد الله متقدم بأدفانتج أدفانتج واحد، فهد متأخر تو أدفانتج. محاولة تشوك من عبد الله. بريشر، فهد يحاول يطلع ويتمكن من يطلع من التشوك. الحكم راح يوقفهم مرة ثانية لعدم الحركة. أوه. ادفانتج حق عبد الله الوزان من فريق ريد وولف على لاعب فهد خليفه من أليانس بحرين. لو نلاحظ محاولة تيك داون من فهد وبلوك حلو من عبد الله. باقي دقيقتين واربعين ثانيه على المباراه.
نلاحظ من اللاعب فهد ما يبي يسحب جارد عشان وضعية الخصم انه يكون وزن ويحط البرشر عليه. محاولات من اللاعبين ان يروحون حق التيك داون. عبد الله متقدم لحد الحين، عبد الله الوزان للريد وولف ادفانتج تو ادفانتج. لو تلاحظ اخوي عيسى ان معظم مباريات الهيفي ويت نفس ما قلنا مساء ان تكون بطيئه معتمده على القوه، وينتظرون التيك داون اللاعب فهد عبد الله في وضعية الهافغارد. نعم. ويحاول يطلع من الهافغارد وادفانتج ثاني. يحاول اللاعب الوزان يروح حق الكيمورا. نعم. فهد يقوم. عبد الله بيستخدم وزنه كليفرج بريشر على فهد. خليه في البوزيشن. وهو بتقدم حاليا 3 advantages وأقل من دقيقة على نهاية المباراة. كيمورا محاولة فاشلة من عبد الله. فهد لازم يسوي سويب عشان يحصل أي فرصة لنا يفوز. عبد الله لازم يثبت على البوزيشن ماله. باقي 30 ثانية تقريبا على المباراة. نعم. شوف اللاعب وزان يحط البريشر. نعم. عبد الله وزان فريق ريد وولف على اللاعب فهد خليفه نالانس بحرين. 10 ثواني على نهايه الشوط. اظن ان الفوز رايح صوب فريق ريد وولف وعبد الله الوزان. ثانيتين ومبروك للاعب عبد الله الوزان وهارد لك حق اللاعب فهد خليفه. عبد الله فاز ب 3 advantages. مبروك اللاعب عبد الله الفريق ريد وولف، تأهل المباراة النهائية. في انتظار المباراة بين محمد غريب من علياس وعيسى حسن. طبعا عندنا حين مباراة بيربل بيت بين اللاعب علي إبراهيمي من KHK مع اللاعب أحمد شبيب من ألاينس بحرين. طبعا هاي اللاعبين اثنيناتهم عندهم خبرة في البطولات ومشاركين. علي إبراهيم من فريق KHK واللاعب أحمد شبيب من ألاينس بحرين. طبعا علي إبراهيمي من فريق الأمامي عنده خلفية في برازيلين جوجيتسو، ونفس ما قلت أخوي عيسى مشارك في بطولات عالمية، بطولة العالم، بطولة الأيشن تورنمنت بعد في البرازيلين جوجيتسو. محاولة تيك داون. الحين راح نشوف مباراة تكنيك أكثر من مباريات اللي فاتوا. يحاول اللاعب علي يروح حق التيك داون. إذا استمر الوضع بنفس الشيء اظن بيدخل الحكم ويطلب منهم محاولة تيك داون من اللاعب احمد شبيب من الاينس بحرين. شوف طبعا توجيهات من المدرب
إلدار من كي اتش كي علي إبراهيم عنده وضعية أفضلية. هني شوك إلى لاعب علي إبراهيم أحمد عنده أي نعم عنده جليتين شوك. طبعا اللاعبين الام ام في جليتين شوك مو من السهل ان يسوي كان وضعيه سرعت يا اخوي عيسى توني كنت بقول ان كنا نلاحظ من اللاعبين الام ام ما يروحون حق التشوك بسرعه. استعيرت مبروك مبروك اللاعب احمد شبيب وهارد لك حق اللاعب علي ابراهيمي من فريق كي اتش كي. والمباراه الجاية بتكون بين محمد شاهد من فريق كي اتش كي ومحمد بديع من نوغيرا براذرز الامارات. بس نبي نحب نقول لكم الاخ محمد من البحرين بس يدرب في ايش درب الامارات وعايش هناك. سمع عن البطوله حاب يشارك مع اخوانه هني اللاعبين فالحين هو في السيمي فاينل ثاني مع محمد شاهد من كي اتش كي حزام البنفسجي في الميديم هيفي ويت نوغي. طبعا راح نشوف الحين المباريات 7 دقائق بيربل بيل حزام البنفسجي. طبعا محمد شاهد من الاعضاء فريق سمو الشيخ خالد بن حمد المحترفين للام ام اي. يحاول اللاعب محمد يروح حق التيك داون. محمد وديع محمد شاهد ويا الماونت حصل على 4 نقاط اللاعب محمد شاهد ومحاوله تشوك اظن تشوك من محمد عاطف على محمد بديع. حاول اللاعب محمد وديع يرجع الجارد اوف جارد بوزيشن. توجيهات من مدربين الفريقين للاعبين من خارج الملعب. محمد شاهر يحاول يتخلص من الجارد الهاف جارد اللي هو فيه. محمد وديع يحاول السويب. مشاهد مرة ثانية يحاول انه يطلع من الجار يحصل على السويب اللاعب اذا تم في يحصل على فقط ادفانتج. لازم تثبت اللاعب 3 ثواني حق تحصل النقاط. نعم الحكم يطلب المسعفين. اظن ان محمد بديع عنده اصابه في الخشب. اصابه في الخشب اي نعم. طبعا توقيت الوقت توقف لين يعالجون اللاعب في حالة عدم استطاعة استكمال اللعب. طبعا الحكم يوقف المباراة وخلاص اللاعب الثاني يحصل على طبعا ضربات غير مقصودة في كل الرياضات تعرف. رجعوا حق نفس الوضعية. نعم. بعد علاج اللاعب محمد وديع من تيم نوغيرا نوغيرا براذرز. محمد شادي يحاول يطلع من الجارد ومحمد وديع إلى السويب أو يروح حق سبميشن موفز.
طبعا اللاعب محمد شاهد متقدم 4-0. نعم لا ننسى عامل الخبره بعد حق محمد شاهد بخوضه مباريات احترافيه في الام ام اي وكونه احد المدربين في فريق كي اتش كي. الحكم يطلب منهم حركة وديس ادفانتج للاعبين. محمد فديع يحاول انه يحصل على حركة تسويب. محمد شاهد to break out from the guard. لاحظ لان البربل بروت يكونون مور تكنيكال. نعم. ما تشوف حركه بس لكن لان اخر غلطه بيكون بالضبط لصالح اللاعب الثاني فتشوف ما يستغلون ما تشوفهم يتحركون الا بدقه وعند كونفيدنس انه لازم يطلع. ديس ادفانتج ثاني حق محمد شاهد وادفانتج حق محمد فديع. وفي اخوي عيسى ليمت حق الديس ادفانتجز اللي تحصلهم ولا طبعا تحصل ديس ادفانتج بعدين ديس ادفانتج ثاني ديس ادفانتج ثالث تحصل اللاعب الثاني حصل على نقطتين وديس ادفانتج ويوقفهم من اول ديس ادفانتج رابع تكون ديسكواليفاي. فالليمت حق الديس ادفانتجز اللي هو هذا الحين وقفهم لان الديس ادفانتج اعطوه مرتين الحين هاي الثالث اتوقع فعلا حصل نقطتين الحين اذا راح حق بعد ديس ادفانتج الثالث الرابع سوف بيكون ديسكواليفاي مثل ما شفنا الحين حصل اللاعب محمد وديع على نقطتين. محاولة تيك داون من تيك محمد شاهد اي نعم جميع تيك داون حلو من محمد شاهد بس لازم يثبت اللاعب لمدة 3 ثواني. ادفانتج اعطى ادفانتج اعطى النقطتين 2 بوينت للتيك داون 6 نقاط متقدم محمد شاهد اقل من دقيقتين على انتهاء الشوط. محمد شاهد يحاول لازم الحين محمد شاهد فريق اتش كي يلعب لان اذا حاول الهروب او حاول الاستغلال مثل ما يقولون ستولن جيم راح يطلع من المباراه. ديس ادفانتج الرابع وديسكواليفيكيشن بالضبط. للحين اللاعب محمد يحاول باقي دقيقة وعشر ثواني تقريبا عن المباراة. تيك داون ثاني حلو من محمد شاهد 2 بوينت بعد 8 نقاط واقل من دقيقة الحين على انتهاء الشوط. محمد بيحاول ياخذ الماونت على اللاعب محمد بديع ومحمد بديع يحاول ياخذ سويب. محمد شاهد مسيطر من فريق كي اتش كي ومحمد بديع من تيم نوغيرا دبي. باقي 40 ثانية. نعم ومحمد شاهد متقدم للحين 8-2. طبعا تشجيع من الجماهير اللاعب محمد شاهد والحكم يتابع. 20 ثانية الحكم يطلب منهم رجوع لمنتصف باقي 17 ثانية بالضبط. نعم. على المباراة وطبعا ما ندري ايش راح يصير مع ان النتيجة 8-2 حق اللاعب محمد شاهد. نعم عشر ثواني محمد شاهد الأقرب إلى الفوز. محمد
مبروك للاعب محمد شاد من كي اتش كي. نعم. فوزه على محمد بديع من فريق نوغيرا براذرز دبي. راح يقابل اللاعب احمد شبيب اللاعب في الفاينل. وحين عندنا الفاينل في الميديوم هيفي بين يوسف علي واللاعب نجاد القصيبي من فريق أليانس بحرين. طبعا احنا لعب الحزام الازرق وين نجاد القصيبي المباراة النهائية بين اللاعبين نجاد القصيبي واللاعب يوسف علي من أليانس بحرين. طبعا المباراة بدت 6 دقائق. نجاد في وضعية الجار، اللاعب يوسف يحاول انه يطلع من الجار. باقي 5 دقائق على المباراة. حاول اللاعب نجاد انه يروح حق السويب على اللاعب يوسف. يعطي اللاعب ديس ادفانتج اللاعب يوسف، لازم يتحرك. المباراة النهائية الوزن سوبر او شو اسمه من لاعب نجاد. ميديوم هيفي ويت. حصل لاعب نجاد على ادفانتج، لاعب نجاد متقدم ادفانتج 1. مباراة تكنيك. حاول اللاعب نجاد يروح حق السويب، حصل على نقطتين. للحين لاعب يوسف يحاول انه يطلع من الجارد. باقي على الوقت دقيقتين وثلاثين ثانية. اللاعب نجار متقدم بأدفانتج.
تشوف المباراة بتكنيك عالي، اللاعبين يحاولون يلعبون بطريقة هادئة بحذر. باقي دقيقة 30 ثانية من المباراة بين لاعب يوسف واللاعب نجاد قصيبي من بحرين الأليانس. شوف الوضعية الجارد من لاعب نجاد، طبعا يحاول يروح حركة استسلام اليد أرمبار أو صار اللاعب نجا متقدم بأدفانتج. هني يحاول اللاعب نجا ان يروح حق السويب، حاول اللاعب يوسف انه يروح حق الفوتلوك. نحن في وضعية الفوتلوك بس طبعا يحتاج انه يكون في وضعية افضل. وحصل اللاعب يوسف على ادفانتج. فاز اللاعب نجاد بادفانتج واحد لان لاعب يوسف حصل على ديس ادفانتج، فدائما اول شيء يشوفون النقاط وبعدين يشوفون الادفانتج وبعدين يروح حق ديس ادفانتج، فلاعب يوسف خسر. هارد لك، مبروك للاعب نجاد حصول الميدالية الذهبية. عندنا المباراة النهائية سوبر هيفي ويت بين لاعب محمد غريب من بحرين الاليانس، الاليانس بحرين، واللاعب عبد الله الوزان من ريد وولف. اتمنى لهم التوفيق المباراة النهائية الحزام الازرق. شوف في الوضعيات الستاند يحاولون يروحون حق التيك داون اللاعبين. الحكم يوقف المباراة، إصابة اللاعب عبد الله الوزان. رجعون حق نفس الوضعية. الحين يحاولون ان يروحون حق التيك داون. وقف الحكم عشان يرجعهم في وضعية ويطلب منهم ان يتحركون. انذار اللاعب محمد غريب وانذار اللاعب عبد الله الوزان، يطلب منهم ان يتحركون ويلعبون مباراة جيسة اكثر فعالية. باقي 4 دقائق و40 ثانية
والتعادل بين اللاعبين محمد غريب واللاعب عبد الله الوزان. الحين يحاولون ان يروحون حق التيك داون، اتوقع من الحكم راح يحذرهم مرة ثانية. يعطيهم انذار ادفانتج نفس الشيء حق اللاعب محمد. باقي 4 دقائق على المباراة النهائية. يحاولون اللاعبين يروحون حق التيك داون، اوريدي عندهم الدارين. يعدون وضعيات الملعب، يرجعون اللاعبين محمد غريب من الأنس بحرين، عبد الله الوزان من ريد وولف. يحاولون يروحون حق التيك داون يحصلون على النقطتين. باقي 3 دقائق و30 ثانية. المباراة النهائية سوبر هيفي حزام الأزرق نوغي. احتل عن تعادل الفريقين اللاعبين. يحاولون اللاعبين من يروحون حق التيك داون يحصلون على نقطتين. مباراة قوية من اللاعبين. يحاول الحكم يوقف اللعب اذا في اصابة. شلون وضعية الفايت؟ تعادل اللاعبين حتى الان، باقي 2:10. يحاولون يروحون حق التيك داون.
باقي دقيقة وخمسين ثانية الحين تعادل. مباراة قوية جدا بين اللاعبين. حاول اللاعب محمد حصل على التيك داون نقطتين، حس الادفانتج. حصل اربع نقاط. باقي دقيقة واللاعب محمد غريب فايز حتى الان، وتشجيع من جماهير شجعون اللاعبين، جماهير بحرين الاليانس وريد وولف. مباراة قوية، باقي خمسين ثانية على المباراة. حاول باقي 40 ثانية، اللاعبين يبين عليهم التعب، يحاولون تشوف ان اللاعب محمد غير متقدم 2-0. نشوف تعب على اللاعبين محمد واللاعب عبد الله الوزان. حصل محمد غير على نقطتين 4-0. باقي 15 ثانية، أربعة صفر اللاعب متقدم، باقي خمس ثواني، اللاعب محمد غريب متقدم. يفوز اللاعب محمد غريب على اللاعب عبد الله الوزان. مبروك اللاعب محمد غريب، فوز ميدالية ذهبية وزن سوبر هيفي ويت الحزام الأزرق، وثنائية ذهبية في القي والنوقي. مبروك اللاعب محمد غريب. طبعا احنا عندنا مباراة نهائية في الحزام البنفسجي بين اللاعب محمد شاهد من كي اتش كي واللاعب احمد شبيب من بحرين الاليانس بحرين. طبعا يلعبون سبع دقائق، مباراة سبع دقائق لان الحزام البنفسجي يلعبون سبع دقائق. المباراة النهائية اللاعب محمد شاهد واللاعب أحمد شبيب. على جميع التعليقات في وضعية الستان سنور، حاولون يروحون حق التيك داون. اللاعب محمد شاهد خبرة في الام ام اي، الحكم يوقف المباراة عشان يروحون في الوسط يبتدون من اول المباراة مرة ثانية بين اللاعبين احمد شبيب محمد شاهد. يحاولون اللاعبين ان يحصلون على نقطتين من تيك داون. محمد
مباراة قوية بين اللاعبين في حزام البنفسجي. بين اللاعب أحمد شبيب الأنس بحرين واللاعب محمد الشاهد. يحاول اللاعب أحمد أنه يروح حق التيك داون. في محاولة لحن في المحاولة أحمد يحاول إنه يأخذ تيك داون يحصل على نقطتين. مباراة النهائية الميديم هيفي نوغي من غير بدلة. تعادل اللاعبين نفس النتيجة من غير نقاط. باقي 3 دقائق و45 ثانية. في وضعية الجول اوبن جول يحاول اللاعب احمد في وضعية بترفلاي جارد. اللاعب احمد شبيب واللاعب محمد شاهد يحاول انه يطلع من الجارد. تشوف مباراة قوية بين اللاعبين. تشوف توجيهات من الجمهور اللاعبين. شوف اللاعب محمد شاهد يحاول يطلع من الجول واللاعب محمد يحاول يروح حق السويب. طبعا هاي اخر مباراة اخوي عيسى في بطولة البحرين الاولى الوطنية للجيتسو. نتمنى للاعبين التوفيق في اخر مباراة. سلمون تشوف الحذر بين نعم اللاعبين. بين اللاعبين الحكم يوقف اللعب عشان يرجعهم الى وسط المات. طبعا باقي دقيقتين و9 ثواني تقريبا. حمش افضليه افضليه بالضبط على اللاعب من أليانز بحرين. طبعا توجيهات من مدربين واعضاء الناديين من فريق كي اتش كي والاينز بحرين للاعبين. محمد شاه طبعا يمثل فريق سمو الشيخ خالد بن حمد. أقل من دقيقتين. اللاعب محمد عنده تو أدفانتج. نعم. وطبعا بحكم أن بيربل بيلت فاينل والتكنيك بين اللاعبين في مستوى عالي فنلاحظ أن المباراة تكون هادئة نوعا ما مليئة بالحذر. لكن هم عندهم يشتغلون أكثر من باقي الأحزمة. باقي الأحزمة. محمد شاهد يحاول يروح حق تشوك.
عنده وضعية الهاف جارد اللاعب أحمد شبيب. نعم. واللاعب محمد شاري يحاول أنه يطلع من الهاف جارد عشان يحصل على 3 نقاط. باقي 55 أو تقريبا 50 ثانية. حاول تشوك من محمد شاهد. على اللاعب من أليانسا أحمد. باقي 25 ثانية. مباراة قوية. عشر ثواني. مبروك اللاعب محمد شاهد. فعلا فاز اللاعب محمد شاهد. نعم على اللاعب احمد شبيب من فريق أليانز بحرين. أخو عيسى بهذا ننتهي مرحلة المباريات المسابقات في البطولة الأولى البحرين الأولى الوطنية للجيوش البرازيلية، وإن شاء الله الحين بناخذ بريك بسيط وبنرجع مع تتويج الفائزين في المراكز الأولى الذهبي والفضي والبرونزي في فئة الجي ابتداء من الأبيض إلى البيربل، بعدين تتويج النوغي من الأبيض إلى البنفسجي. تبيني أنا؟ لا. الأنصاري. لاعب محمد جمال. صار لنا مشكلة، المفروض تقولون لي في بنات الحين اللي يبغون. اتحاد دفاع الناس مهندس احمد الخياط تقديم ميداليات. اللاعب سيد فهيم واللاعب عيسى الانصاري محمد جمال. اللاعب محمد اول شيء محمد محمد جمال حاز المركز الثالث. في الوزن الروسة ميدالية البرونزية، مبروك اللاعب محمد جمال.
اللاعب عيسى الأنصاري في المركز الثاني حزام الأبيض روستر المركز الثاني. اللاعب سيد فهيم المركز الأول وزن روستر الحزام الأبيض. مبروكين اللاعبين. اللاعب علي حسين علي اللاعب علي حسن علي اللاعب مهدي مسقطي علي حسن علي اللاعب علي حسن علي اعلن رئيس الاتحاد يوزع اللاعب علي حسن علي اللاعب مهدي حصولهم على المركز الثالث. اللاعب محمود سنيا واللاعب علي شويخ حصل اللاعب محمود على المركز الثاني واللاعب علي شويخ ميدالية ذهبية. اللاعب ناصر كعبي واللاعب علي حسين زينل فيذر واي واللاعب أيمن البصري اللاعب محمد توراني كورونا رئيس الاتحاد والجاي. اللاعب ناصر الكعبي واللاعب علي حسن زينل مركز الثالث. بوغو هيش كيك من تعليم سنة صورة جماعية هسه برئيس الاتحاد الرجاء من الإنسان من الإمكانيات أحد يمشي نصور صورة جماعية مع رئيس الاتحاد. الرجاء تتويج من رئيس اتحاد دفاع النفس المهندس أحمد الخيار. اللاعب أحمد المحميد اللاعب رداد دوسري واللاعب مرتضى توراني واللاعب حسين علي. قدمون لاعب أحمد المحميد اللاعب رداد الدوسري. I don't see number 3. اللاعب رداد مبروكين مبروك اللاعب تاتوراني واللاعب حسين علي بفوز الميدالية الذهبية. اللاعب عبد الله حبيب اللاعب عبد الله عبسول اللاعب عبد الجبار اللاعب خالد ممكن
اللاعب صلاح الحداد، واللاعب عدنان المنصور، اللاعب طلال، واللاعب كوميل. لو تقول مثلا لعب كذا من مدرسة كذا، لعب كذا اقول مدرسة لأنه مو كاتبين المدرسة اشوف بشوف اللي بيوم بعدين. اوكي صح. اوكي اخوي صلاح صلاح عدنان وعدنان اللاعب احمد الشروقي مدرسة الاينس بحرين، اللاعب حسين داري من الاينس بحرين، اللاعب حسين يوسف جعفر الاينس بحرين، اللاعب حسين طريف الاينس بحرين. لا 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 اللاعب محمد خالد من مدرسة شمس، واللاعب محمد عاطف الاينس بحرين، اللاعب عبد الله خلفان الاينس بحرين، اللاعب سليمان الحايكي من مدرسة الشمس. الجام الأزرق حسن عياد، حسن عياد من KHK، واللاعب صالح فيصل من الأليانس بحرين. KHK فيصل من الأليانس بحرين، وحسن عياد مركز الأول من فريق KHK. عيسى رشيد مركز الثالث، حسين عياد مركز الثالث، أحمد عياد مركز الثاني، محمد بودريس
مركز الأول. حزام الأزرق لايت فيذر. لاعب هشام شامر حمد من الانس بحرين. لاعب محمد عيسى الانس بحرين. لاعب هاشم. لاعب عبد الله بودريس مركز الثاني الانس بحرين. مركز الاول لاعب علي خزاعي الانس بحرين. لاعب محمد الشيخ. لاعب محمد الشيخ وزارة الداخلية مركز الثاني لاعب ميثم الانس بحرين. مبروكين للاعبين، ان شاء الله حظ اوفر للبقية. لاعب محمد شيخ من وزارة الداخلية الحصول على المركز الثاني. واللاعب ميثم من الانس بحرين المركز الاول. اللاعب عيسى جودر الانس بحرين. اللاعب عيسى ميرزا الانس بحرين مركز الثالث. واللاعب يوسف علي مركز الثاني. واللاعب نجاد القصيبي مركز الاول. اللاعب فهد خليفة الانس بحرين. اللاعب عيسى الحسن وزارة الداخلية مركز الثاني. محمد غريب الانس بحرين مركز الاول. الترا هافي بلو بيلت. العنصر النسائي في البطولة سوبر فايت من لاعب مريم زيتوني واللاعب نادي السيد. مبروكين اللاعبين. طبعا عندنا العنصر النسائي
لاعب نادي السيد حصول على المركز الثاني، واللاعب مريم زيتوني حصول على المركز الأول. اللاعب حسين شجاع ألينس بحرين المركز الثاني، واللاعب عبد الله سينا كي اتش كي. لاعب أحمد شبيب حزام البنفسجي مركز الثالث، واللاعب محمد وديع تيم نوغيرا مركز الثاني، واللاعب علي إبراهيمي كي اتش كي المركز الأول. نوغي من غير بدلة، روستر ويت اللاعب راشد حازم ريد وولف، اللاعب علي نبيل بحرين أمامي مركز الثالث، اللاعب سيد فهيم مركز الثاني، واللاعب وليد عبد الله ريد وولف مركز الأول. اللاعب علي حسن علي لايف فيذر نوغي، اللاعب علي حسن علي ألينس بحرين، واللاعب علي شويخ ألينس بحرين، واللاعب هاي نفس الجروب صح؟ لا محمود علي حسن علي علي رجع عيسى رجع عيسى 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 مو قلت عيسى ياها محمود لا هذا دقيقة أول عبادة محمود آخر زعاء. اللاعب عبادة
الملة KHK نوغي مركز الأول. اللاعب عيسى العميري مركز الثالث KHK. اللاعب عبادة بحرين MMA. اللاعب سالم حسين وزارة الداخلية. واللاعب محمد توراني ألانس بحرين. اللاعب رداد الدوسري مركز الثالث ريد وولف. واللاعب مرتضى توراني ألانس بحرين. اللاعب عيسى عبد العزيز ألانس بحرين. واللاعب حسين علي ألانس بحرين مركز الأول. باسكتبول الحين موسم اللاعب اللاعب عبد الجبار عبد الحسين مدرسة الشمس. واللاعب عبد الرحمن خليل مدرسة الشمس. اللاعب خالد عبد علي وزارة الداخلية. واللاعب جاسم ستراوي مركز الأول بحرين MMA. اللاعب كوميل عادل مركز الثالث. واللاعب عادل العسيري بحرين MMA. واللاعب علي حسن الفاو وزارة الداخلية. اللاعب محمد يوسف ريد وولف. عشان ناخذ الجماعيه.
اللاعب حسين طريف مركز الثاني، واللاعب أحمد صالح ريد وولف مركز الأول. سليمان موجود، علي نبيل موجود، محمد عاطف. اللاعب علي نبيل مركز الثاني، ريد وولف، واللاعب سليمان مركز الأول. الشمس سكوب مايد مايد اللاعب صالح فيصل بحرين ألينس، واللاعب حسن عياد كي اتش كي. الله شيء مبروكين اللاعبين على حصول ميداليات وش مشاركاتهم في البطولة، بطولة البحرين الأولى، الوطنية للجنس والبرازيلية. اللاعب عيسى رشيد بحرين ام مركز الثالث، احمد عياد الاس بحرين مركز الثالث، حسين عياد كي اتش كي مركز الثاني، محمد بودريس المركز الاول الاس بحرين. اللاعب محمد عيسى مركز الثالث ألينس بحرين، اللاعب علي خزاعي مركز الثالث ألينس بحرين، اللاعب عبد الله الفايز مركز الثاني كي اتش كي، المركز الأول حمزة كويجي كي اتش كي. مبروكين اللاعبين حصولهم على الميداليات. ما
صورة جماعية شباب، صورة جماعية، صورة جماعية. خلاص عيسى؟ ها؟ ما خلاص أوت؟ إيه خلاص أوت. قولوا لي ذبحتوني قام ما قال. باقي بعد باقي تتويج محمد احمد، محمد احمد الشيخ من وزارة الداخلية. محمد احمد، محمد احمد الشيخ. ميثم علي، ميثم علي، ميثم علي، خلفية زينة، ميثم علي. المذيع بروحه، المذيع بروحه. من كان؟ مساء نسيت اسمك. انت انت بس تمحي شباب. عيسى الجودر، لاعب عيسى الجودر، الان صباح رين، لاعب عيسى ميرزا،
أليانس بحرين مركز الثالث، اللاعب يوسف علي مركز الثاني أليانس بحرين، واللاعب نجاد القصيبي أليانس بحرين. ها مالي شوي مالي عيسى اللي بعد. اللاعب فهد خليفة أليانس بحرين، اللاعب عبد الله الوزان روح، اللاعب عبد الله الوزان ريد وولف مركز الثاني، اللاعب محمد غريب المركز الأول أليانس بحرين. اللاعب علي إبراهيمي مركز الثالث كيتش كي، واللاعب محمد ودي نوغيرا تيم مركز الثالث، اللاعب أحمد شبيب مركز الثاني أليانس بحرين، محمد شاهد مركز الأول كيتش كي. لا